تزوير جديد فيما يخص الإجازات الرياضية، لأن لاحظنا بلي على المستوى الوطني فيه 6000 أو أكثر من 6000 إجازة رياضية، وإحنا في الحقيقة ما نفوتوش 2000 أو في أقصى تقدير 3000 إجازة رياضية. لهذا نناشد السلطات العمومية باش تتحرك تطبيق للقانون، خاصة وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، باش يتحركوا لهذه الاتحادية ينقذوا ما يمكن إنقاذه من الفضائح، لأن الفضائح كثيرة، فيه ملفات على مستوى مصاريف بالعملة الصعبة ما نقدرش نشرحوها، فيه كذلك ظلم واضطهاد للرياضيين.